السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد. كما كتشاهدوا على الصوره، اقتراحي اليوم ان شاء الله غيكون عباره عن كيك بريوش. انتما كتشوفوا اخواتي كيجي رطب وكيجي خفيف وغيبغيه الصغير والكبير. خليكم معايا تلخر الفيديو باش تشاهدوا مكونات والطريقه ديال التحضير ديال هذا الكيك بريوش. فرجه ممتعه لكم اخواتي. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي مطبخ عالم اميس. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه. اقتراحي اليوم ان شاء الله غيكون عباره عن كيك بريوش. كيك بريوش بطريقه جديده، طريقه مغايره، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. انا غنجيب الطرب الكهربائي ديالي باش نوجد كل شيء قدامي باش نبدا الخدمه. نتوكلوا على بركه الله. غنحتاجوا لهذا الكيك بريوش جوج بيضات، بحارات الغرفه، ساشي الفاني، ساشي الخميره، كاس وربع ديال السميده، جوج كيسان ديال الطحين، كاس ديال الحليب، كاس ديال ياغورت بمذاق الفاني الا كان مذاق البنان احسن، معلقه ديال الخميره، الخميره ديال العجينه، معلقه كبيره ديال الزبده، وكاس ديال السكر انا نسيت ما حطيتوش. نتوكلوا على بركه الله. غناخذوا البنان، كيبقى لنا البنان بعض المرات خصوصا دابا الصهد دغيا دغيا كيطيب، علاش لا نديروا بهاد الوصفه هذه اللي غيحمق عليها الكبير والصغير، حيت كتجي ما بين الكيك وما بين البريوش، كتجي زوينه، غير جربوها صدقوني، وكتجي خفيفه بزاف. غندير هنا البنان، وبالنسبه للسكر يمكن لكم ديروا كاس لاب الا كان البنان حلو، ديروا غير كاس لاب ديال السكر باش تنقصوا شويه. دابا غنجيب واحد العصره الحامض غنعصرها على البنان باش ما يكحلناش، باش الكيك يلا تجينا شويه من اللون ديالها فاتح، حيت كما كتعرفوا البنان الا بقى مع الاكسجين كيتبدل اللون ديالو بحالو بحال التفاح. غنخلطو، غنزيد عليه داك جوج بيضات، بسم الله. وهاد الكيك اقتصادي نوعا ما، اولا بريوش. غنديرو داك الساشي ديال الفاني، غنخلطو مزيان تتجانسنا العناصر. انتما كتشوفوا السائل كيفاش ولا، وريحه هاد البنان عاطيه البنات ما نقول لكم شهادات. غير كاس لاب ديال السكر حيت البنان عندي حلو. غنزيد داك الكاس ديال الحليب، غنزيد داك المعلقه ديال الزبده، يعني دغيا دغيا كيوجد. انا خلطتهم مزيان. غنزيد داك الحك ديال الياغورت بالنسبه ديال بالنكهه ديال الفاني، الا كان كما قلت لكم ديال البنان ما احسنه. غنزيد نطرب الخليط ديالنا حتى يبان داك الكشكوشه كما كنقولوا، اولا داك الفقاعات. دابا غنزيد السميده، غنضرب شي شويه، ومن بعد غنزيد داك جوج كيسان ديال الطحين، وفي اخر مرحله غنضيف الخميره الفوريه ماشي الكيماويه، الفوريه ديال العجينه، وعلى حسب الجو. الا كان الجو سخون عندكم ما ديروش معلقه صغيره عامره، ديروا غير النص ديالها. ودابا غنخلي الخليط ديالي غنخليه يرتاح، كيجي على هذا الشكل هذا، غنخليه يرتاح واحد ساعه د المكانه، تكونوا طيبتوا فيها الخبز ديالكم وعاد دخلوا البريوش كيك ديالكم باش نقتصدوا شويه في الفران. انا غنجمع هذا الشيء ونخليه ساعه د المكانه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالو قبل ما ندخلوه للفران. بعد ما داز واحد ساعه د المكانه، هانتوما كتشوفوا الخليط ديالنا واحد الضعف، هانتوما كتشوفوا. دابا شنو غنديرولو؟ غنخويوه، نحركو بحال هكا، هانتوما كتشوفو، غنضيفو ديك الخميرة الكيماوية، غنضيفو البيبيت شوكولا، واللي مبغاش ولادو كياكلو الزبيب يدير الزبيب ماشي مشكل، خلطو بحال هكا. والريحة ديال داك البنان عاطية غزالة. الكمية ديال بيبي شوكولا نتوما تحكمو فيها قد ما بغيتو. دابا غناخد المول، يمكن ليكم ديو المول دائري، انا خديت هاد المول هذا اللي متقوب بحال هكا، وغادي دهنتو بالزبدة ورشيتو بالطحين. دابا غنشد هاد الخليط هذا وغنكبو فيه، غنعملو يديا. يعني المول خصو يكون شويه كبير
هذا فيه وقيله 22 ديال العرض، والطوله راه فيه حتى هو فيه وقيله شي 20. المهم ما يكونش مول صغيوه. دابا الفابان ديالي راه سخون، غندخلو وغنطيبو طياب ديال زايد على الكاك شويه، نتلاقاو في الشكل النهائي باذن الله. اخواتي كان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش كيك ديالنا. تقريبا خدا ليا ما بين 35 حتى 40 دقيقه في الفرن. انا طيبته في الفرن الغازي وخرج ليا محمر من الفوق ومن التحت، واخا انا اللي كنت طافي عليه الفوق. صدقوني راه كيجي فتي كما كتشاهدوا، ها نتوما كيجي فتي بزاف وهشيش. غناخذ واحد السكين وغنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوه. ها نتوما كما كتشاهدوا، انا ملي خرج من الفران راني دهنته بشويه دنا، خليته يرتاح واحد ربع ساعه، راه باقي سخون. دهنته شويه بالناباج وزوقته بداك الشوكولا بلون وشوكولا نوار. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو، انا غنوريه لكم من الداخل، غنقرب لكم الصوره باش تشوفوا بعينيكم. اخواتي انا قربت لكم الصوره باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. الريحه ديالو غزاله، ريحه الموز كما كتعرفوا، ريحه البنان كتكون زوينه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو، هانتوما كتشوفوا، هانتوما فتي بزاف خفيف، وداكشي اللي كنقلبوا عليه كنقلبوا على شي حاجه خفيفه، يعني مدوز راسو براسو، ما احتاجوش اننا نديرو معاه شي عصير ولا شي كاس الحليب، ندوز راسو براسو. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، شكرا لوفائكم. ما تنساوش لايكات والتعاليق اللي كتفرح القلب ديالي، واللي كيزور قناتي الاول مره فضلا وليس امرا ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء. والى فيديو مقبل ان شاء الله.